السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في جولة جديدة وفيديو جديد من مكتب إيروفام. النهاردة كل الشغل اللي في الفيديو جايبينه من مصنع كوكو. مصنع كوكو مشهور بأنه غسيل ولبس، ده غير أنه موديلاته حاجة كده ما فيش زيها في السوق. بجد هتتفرجوا على أشكال حصري من مصنع كوكو. بس ده غير بقى النهاردة غير البيجامات والترنجات، عندنا كمان العبايات. أسعار طبعا سعر جملة، ده غير ان في أسعار تانية لأصحاب المحلات والأونلاين، والمكان بيشحن داخل مصر وخارج مصر. عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مين؟ عامل ايه؟ الأخبار؟ الحمد لله. النهاردة بقى جايبين لكم المصنع الأقرب إلى قلبي. أيوة. مصنع المكان بحسك عندنا. بتحبه أول ما بتطلع الحاجة بتاعته. أيوة يعتبر مصنعي، مصنع كوكو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا الناس اللي بتشوفنا لأول مرة، إحنا مكتب إيروفام، مكاننا اسكندرية الإبراهيمية، شارع ليجيتي سنتر مينا الدور الثالث. مصنع كوكو ده يا جماعه انا اقول لكم على حاجه غريبه فيه. المصنع ده يعني بتاع الاسره البسيطه، بتاع الاسره العاديه جدا. ايوه. وبتاع الخامه العاليه قوي اللي انت ممكن اللي تلبسي انت الترنج انت وبنتك وحفيدتك. خامات بصراحه عالميه وعن تجربه شخصيه. الله. اي حاجه في مصنع كوكو يا جماعه بضمان 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 بضمان. زي الفل. شغل عالي جدا وموديلات متميزه وعصريه وحاجه كده بصراحه خيال. يعني انا عندي استعداد مشير ما بيعش اي حاجه في المكتب الا كوكو، وبيع مصنع كوكو بس. بصوا الجمال. نبتدي بايه بقى؟ باللي هو الجمال الحلوه دي. آه. ايه ده، الرسمه طالعه بتنطق. بصوا يا جماعه تحسوها 3D كده. بصوا الجمال. لا حاجه جميله، كل موديل فيه تفاصيل. بص التطريزه عامله ازاي، زي الفل، مش تطريزه عاديه. وبعدين كل قطعه بلون، الارنوب مرسوم بالالوان فيها يا جماعه. دي بتاخد مراحل كمان جدا. اهو ده اهو. والبنطلون جري. والبنطلون جري وفي الوان كمان. تمام، حلو قوي. تمام. ومع أيوة. الفوت وير بتاعه. يعني ثلاث قطع. ثلاث قطع. حلو جدا. وعرض حصري من مكتب إيروفام ب 290 جنيه. 290. والاسعار دي مش هتلاقوها في اي مكان. عروض وموديلات حصريه من مكتب إيروفام لمصنع كوكو يا جماعه. الله ينور. وده مقاساته ايه؟ من ميديوم لارج اكس 2 اكس، تلبس لغايه 90 كيلو مستريح. بصوا الزيتي بتاعه بقى. ده الزيتي بتاعه نفس الصوره بالملي. اخر جمال. تمام. بصوا الجمال والفوتويرة. مصنع كوكو والدلع كله والموديلات اللي مش هتلاقوها في مصر كلها يا جماعة. بصوا بقى الجمال. الله. بصوا الراجل ده بيهتم بكل تفصيلة في الشغل. فعلا والله التطريز مختلف جدا. ما شاء الله. مفيش مصنع يا جماعة في مصر كلها بيطرز التطريز اللي كوكو بيعمله. الراجل ده بيخسر في الحتة عشان يطلعها بالشكل ده. اخر جمال. بصوا الجمال. وادي بقى البنطلون متطعم، في ذوق. البنطلون في ذوق في اختيار الالوان. مع الفوتوير بتاعه كمان. أيوة. يا جماعه فرده واحده. لا الفرده الثانيه اهي. مش هقولها تاني. فرده واحده. جايبه 280 جنيه يا جماعه. 280 جنيه. تمام. طبعا في خصومات كويسه للاونلاين وفي عروض كويسه جدا لاصحاب المحلات والمكاتب. تمام. جمع الزراير بقى اللي الناس كلها بتحبها. لا دي جامده بجد، عامله زي فيكتوريا سيكريت كده. لا دي اجمد من فيكتوريا سيكريت كمان. حاسه ايه الجمدان ده؟ في اللون الموف وفي اللون الكشمير بتاعها. واو. ايه يا جماعه الحاجات الجمال الحلوه دي. بصوا الجمال يا جماعه. نهار ابيض. لا بصوا الجمال بجد والله. بصوا التفاصيل الشغل. بنات لازم تجيبوا دي جميله قوي. بنات انتوا لازم تجيبوا كل كوكو عندكم في البيت. كل كوكو. بصوا الجمال. بصوا الحلويات. بص من جوه متقفل ازاي. بصوا التطريز زي الفل. وهم. والبنطلون بتاعه في منه لونين بس جدا. هو في لونين بس. في لون الكشمير ولون الموف. الموف كمان خطير. وعرض حصري ب 290 جنيه يا جماعه. ولغايه 2 اكس. لغايه 2 اكس، لغايه 90 كيلو مستريح. تمام. الرجوع يا جماعه. بصوا الدلع. ايه الجمال ده؟ دلع. العروسه اللي ما عندهاش كوكو في بيتها او في دلابها ما جابتش حاجه السنه دي. ايوه لازم تجيبي كوكو. لازم تجيبي كوكو. بصوا يا جماعه الجمال ده. ايه ده، بجيب من قدام. شو كده اهو. ايوه حاجه رنشه قوي. حطي بقى في الموبايل، تخبي فيه اي حاجه، أي شوكولاته حاجة. اي حاجه. ليه اللي انت عايزاه، تسالي نفسك وانت قاعد. ايوه. وطبعا مع الفوتوير بتاعه. حلو قوي الفوتوير كمان. 290 جنيه. زي الفل. تحفه بقى الجمال بقى. دي انا دي البيجامه الترند. ايوه دي خطفت قلبي من ساعه ما ده يا جماعه السنه دي. عايزه اشوفها انا كمان، متشوقه اشوفها قوي بصراحه. زيتي في سيمون كده. واو. بصوا بقى الجمال بقى. استنوا بقى عشان التفاصيل تتحدث. بصوا يا جماعه النجمه والقلب. بص ده. بصوا الجمال يا جماعه. واو واو واو. تحفه. مقاسات ميديوم لارج اكس 2 اكس. تحفه. أيوة. يا جماعه. والبنطلون بتاعها زيتي. والبنطلون بتاعها زيتي. ايوه.
285 جنيه. 285 جنيه. 285 جنيه. في منها الوان ولا هي وان؟ لا في الوان منها كمان. في اللون الزيتي السيمون ده في وفي الزيتي؟ البيج بتاعها. وفي البيج. اه. اه البيج اهو تمام. ده حصري ب 285 جنيه من مكتب ايروفام لكل الاسر البسيطه بتاعتي. الله ينور. دلع. يا سيدي يا سيدي ايه ده؟ دلع 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 دلع. واو والفوت وير ستايله مختلف خالص. بيه. الجمال يعني يا جماعه مفيش بصوا يا جماعه اوريكم الفوت وير الاول مفيش مصنع بيعمل تطريز يا جماعه في الفوت وير فعلا بصوا الفوت وير يعني راجل مهتم بكل التفاصيل بتاعته متبطن فرو مش حاجه عاديه يعني احنا لازم نشكره الراجل ده اه والله العظيم لازم نشكره طبعا ما احنا بالنيابه عني طبعا وكل الناس في مكتب ايروفام احنا بنشكر الاستاذ وليد والاستاذ عمرو عثمان اللي هم اصحاب مصنع كوكو بصراحه بسم الله ما شاء الله على الشغل اللي مبذول يعني حاجه جميله حاجه شغل عالمي 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 عالمي, عالمي, عالمي. بص التطريز في كل منطقه اهو مش سايبين تفصيله يعني مهتمين بكله الشغل يا جماعه الترنج ذات نفسه فيه شغل تحفه 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 ب 285 جنيه الترنج ده ب 285 البنطلون اسود قطع ب 285 جنيه حلو قوي تمام وفي طبعا خصم مميز للمحلات والمكاتب والناس اللي شغاله معانا اونلاين تمام مش بالسعر ده نهائي اي مصنع بيفكر يعمل قطعه زي دي بيبعد عنها لان دي فيها شغل فيها وجع دماغ صح يعني في مصنع بيطلع حاجه جميله كل سنه وانتم طيبين طيب وبقى وشياكته كرو احمر واسود وممكن يمشي للكريسماس كده وحاجه ايوه حاجه يعني بصوا الجمال بصوا الحلويات مقاسات ميديوم لارج اكس 2 اكس يا جماعه تلبيس لغايه 85 90 كيلو بكام بقى بصوا التطريز بصوا الترنج عامل ازاي لا يجنن وهم على الطبيعه يا جماعه وهم 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 عرض حصري من مكتب ايروفام ب 300 جنيه بس الله ينور الاسعار دي مش هتلاقوها في اي مكان ولا مع اي مصنع يا جماعه بصوا بقى الفرو بقى ايوه بصوا الفرو ودلع بصوا الموديل اللي عامل ازاي بصوصته كده من قدام ومع البنطلون بتاعه زي الفل جميل جدا 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 حيوان اللاما انا عايز اقول لكم ان كل الموديلات دي في منها كمان اطفالي حلو احنا كنا صورناها في الفيديو اللي فات اللي فات ايه؟ مصنع كوكو يا جماعه الاطفالي كله موجود يعني ممكن تاخدي دي ايوه الحريمي وبنتك تاخد دي انا مقرباها اهي في الكاميرا ايوه يعني عندنا الحريمي يا جماعه وعندنا كمان البيتشي بتاعه عشان البنوته هتاخدي نفس المقاسات ونفس كل حاجه هما الاثنين مع بعض حلو قوي رئيسنا الحلوين بصوا الجمال الله ينور دي ثلاث قطع دي ثلاث قطع يا جماعه تمام ده بصوا الروب يا جماعه ادي الروب وجماله بقى اهو مطرز كده من على الكم أيوة. بصوا التطريز عامل ازاي زي الفل الطب بتاعه اهو وهم حلو قوي مع البنطلون دي كده شغل عرايسي حلو جدا 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 وفي منها الوان كمان كمان دي معانا في العرض النهارده ب 350 جنيه 350 350 بيتي تمام وفي الجراي بتاعه تمام ثلاث الوان ثلاث الوان الاختلاف للستايلات المختلفه حبيتي تلبسي ترنج اوكي حاجه بثلاث قطع اوكي عايزه كاش طويل وبروب طويل كله موجود كل الاستيرات موجوده بكل المقاسات موجوده يا جماعه زي الفل ده الكاش الطويل يا جماعه ايوه بصوا في حركه كده يعني جميل. الكتف جميل. بتاعه في حركه جميل. الكتف اهو الكتف كده يعني يعني كانه يعني عايز تعملي اوف شولدر شيك قوي طبعا وعليه بقى الروب وعليه الروب طويل لغايه الارض يا جماعه حلو قوي ده برضو عرايسي جميل الكم اللي هو اللي عامل كده ده بصوا زي الفل بصوا الجمال عرض حصري مكتب ايروفام ب 350 جنيه تمام كمان في النبيتي وفي اللون ده في النبيتي بتاعه تمام ايه شتوي بقى. يعني كل اللي انت عايزاه في مصنع كوكو هتلاقيه حلو اي حاجه انت احلمي واتمني مقاسات ميديوم لارج اكس 2 اكس وفي كمان بيك سايز 3 و4 و5 ايوه تمام المقاسات العاديه عليها عرض ب 285 جنيه 285 جنيه 285 العبايه دي كمان يا صباح الدلع ايوه حلوه قوي كل العبايات يا جماعه بصوا العبايه بصي يا مدام العبايه مش اي حاجه تقيل مش عبايه عاديه وكمان رسمتها جميله تحفه بالكابتشو كده أيوة. ودي في رسمه هي على الايد زي الفل ونازله افازيه كده نازله على واسع حلوه قوي بصوا عامله ازاي وبكام القمر دي القمر دي معانا مقاسات ميديوم لارج اكس 2 اكس عرض حصري ب 310 310 في منها الجراي في التركواز في البيج في منها زياده عن خمس ست الوان تمام بصوا الدلع والالوان ايه الالوان دي الوان تحفه يا جماعه بصوا بقى العبايه دي عالميه
بص يا مدام انا عايزك توريهم بس. بص الوسع من تحت نازله بواسع. بص الوسع من تحت عامل ازاي. عشان تمشي براحتك برضو. تمشي براحتك زي ما انت عايزه. الله ينور. مقاسات ميديم لارج اكس 2 اكس يا جماعه. حلو قوي. تحفه وكله تطريز اهو سيرما ذهبي. ايوه زي الفل. حاجه عالميه بصراحه. في منها الوان كتير بقى. في منها اسود، في منها جملي، في الموف، في النبيتي، في منها زياده عن 5 6 الوان. بعرض حصري ب 310 بس يا جماعه. تمام الله ينور.